السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن لايف مهم وكلام توافي غادي يكون مهم. أولا تحية للجالية المغربية وخصوصا واحد السيدة اللي كنشكرها بزاف كتقطن بدبي وهي من الجالية المغربية بتمارة، يعني لا هي لا لا الاصدقاء ديالي اللي كانوا يعني مسانديني بزاف، فانا كنشكرهم بزاف. بالنسبه يعني لولاد الشعب حتى هما كنشكرهم. كيف ما قلت لكم هذا لايف مهم غادي نقول فيه كلام اللي ربما باقي ما بغيتش نخرج به، علاش؟ نظرا للظرفيه والمده الزمنيه اللي احنا فيها، المغرب كيشهد واحد تشاحن، كيشهد واحد احتقان، كيشهد يعني بزاف ديال الامور اللي ربما احنا كشعب او كفئه كبيره او صغيره او متوسطه من الشعب نقدروا ربما نكونوا ما عارفينش شنو ما وراء قاعدوك المشاكل اللي كاينين دابا في المغرب. الا انه غادي نتكلم وغندخل في الموضوع، موضوع الحسيمه، موضوع المطالب ديال الحسيمه، موضوع ناصر الزفزافي قائد الحراك بالريف، موضوع الامن الوطني، موضوع الدوله كدوله، موضوع ملك البلاد نصره الله، موضوع ابناء الشعب، موضوع يعني ما يريده الشعب من النظام المغربي ومن الدوله المغربيه. اذا ما غنطولش عليكم. اولا بالنسبه للحسيمه وبالنسبه للمطالب ديالهم، فانا كنعتبرها مطالب مشروعه باش الناس يخرجوا للشارع من اجل تحقيق مطالب اللي هي تبنيوا لهم سبيطارات وتحققوا لهم جامعات وتبنيوا لهم يعني جامعات او سبيطارات او مستشفيات او يعني الحوايج اللي غادي توفرهم لهم باش هما يعني يكونوا في واحد العيش كريم، وتحققوا لهم المطالب ديال الكرامه اللي يعني انا كنتكلم على الناس ديال اللي كاينين في الريف. فربما هادو متطلبات او حقوق خاصهم يكونوا عندهم، وماشي غير عندهم، انا كنقول خاصهم يكونوا يعني عند الشعب المغربي. انا كنتمنى من الشعب المغربي كله يعني يطالب بهاد الحقوق. الشعب المغربي اليوم كله كينتظر باش يكون عنده سبيطار مقاد، الشعب المغربي كله كينتظر باش يكون عنده يعني جامعات المستوى، الشعب المغربي كله كينتظر باش يعني توفر ليه التعليم لوليداتنا يعني الابناء ديالنا والاخوان ديالنا الاصدقاء ديالنا ولينا بدورنا احنا. اذا ملي كنتكلموا على مطالب الحسيمه فاحنا كنتكلموا على مطالب الشعب المغربي، ملي كنتكلموا على المطالب اللي خرجت بها الحسيمه او الشعب ديال الحسيمه فكنتكلموا على مطالب الشعب المغربي. ثانيا المشكل اللي طرا، انا كنعتبر على ان ما قاله ناصر الزفزافي يعني بقلب المسجد، القول ديالو او الكلام ديالو انا كنعتبره صحيح، كنعتبره انا صحيح. علاش؟ لان ملك البلاد يعني جلالة الملك هو اللي قال يعني الوزارة الاوقاف والناس الخطباء انهم ما يستغلوش الدين من اجل السياسه، فصل الدين عن السياسه. اذا ملي ملك البلاد كيقول في الخطاب ديالو على اننا ما خاصناش نستغلوا الدين من اجل السياسه، فربما انا كنعتبر على ان الخطباء في بعض الاحيان، وهذا ربما يعني رايي ديالي انا، وانما كنحترم جميع الخطباء وكنحترم انا يعني اي واحد كبر مني غنحترمه، الا انه رساله للعلماء المغاربه ورساله للخطباء المغاربه راه باش تدخل يعني في خطبه ديال الجمعه، واخا يكون كاع لينا فريد هذا السيد مثلا او لهاد الناس بغاو يديروا الفتنه، ما خاصكش توجه ليه الخطاب مباشره. علاش؟ لان تعريف الفتنه هو تفرقه بين الشعب ونفرقوا بين الشعب وينوض البلباله وينوض الصداع ما بين ابناء الشعب، مع العلم على انني انا كنشوف يعني الريف هو موحد في كلمه واحده، كنشوف على ان ابناء الريف موحدين في المطالب ديالهم. اذا ملي غادي يجي شي خطيب وغادي يبدا يقول مثلا انكم بغيتوا ديروا الفتنه او لا مثلا خاصكم مثلا ترجعوا لديوركم،
ربما يقدر يكون كلامه فيه نوع من الصحة، ولكن الخطابات المباشرة كنقولوا كفى من الخطابات المباشرة، وكفى من استغلال الدين من أجل السياسة ومن أجل الدنيا ومن أجل يعني تلبية رغبات المخزن أو تلبية رغبات الدولة أو تلبية جهات معينة. دابا الخطير ماشي هو الريف خارجين يطالبوا يعني بالحقوق ديالهم، وماشي هو نصر الزفزافي اللي مثلا قائد الحراك، وماشي هو وماشي هو وماشي هو وماشي هما الناس يعني المقربين من الملك. الخطير في هذا الشيء راه هما كاينين الناس اللي هما ما مع الملك ما مع الشعب، ما هما من جهه الملك ما هما من جهه الشعب، هم اناس لديهم المصلحه في هذا الاحتقان اللي كنشوفوه، ولديهم المصلحه في هذا يعني بغاو يديروا البلباله، ويريدون ان تستمر كل هاد الاحتقانات وهاد المظاهرات، وهما ما عندهمش الربح باش الناس يسكتوا، ما عندهمش الربح باش الملك يعني يبقى ولا ما يبقاش، وما كيهمهمش الملك وما كيهمهمش الشعب. علاش؟ لان في هاد الحراك وفي هاد يعني الجهات الامنيه كلها كتحط العين ديالها في الحسيمه او في جهه معينه، فهاد الناس يقومون بتهريب الحشيش وبتهريب النحاس وبتهريب الذهب وبتهريب الفضه، وعندهم يعني هادو ناس ما باينينش وحنا ما كنعرفوهمش. اذا هادو هما الناس اللي هما ضد الدوله وضد البلاد ديالنا. اذا كنقول لاهل الريف، كنقول لهم يعني رساله من اخوكم محمد بن اسم رقب مشكره، كنقول لكم على ان المطالب ديالكم مشروعه، الا انه كاينين الناس فعلا اللي باغيين يستغلوا هذاك الحراك، او لا باغيين يستغلوا هذاك الحراك، وباغيين يستغلوا هذوك الوقفات ديالكم، وباغيين يستغلوا قائد الحراك، وباغيين يستغلوا كاع الظرفيه هذه كلها في امور جد خطيره اللي غتزعزع البلاد ديالنا. ثالثا، الناس اللي كيقولوا عاش الملك، ياك، وكيجي واحد مثلا كيقول لي انت عياش، او لا واحد كيقول او لا واحد مثلا ضد الملك، انا كنقول بالوجه المكشوف، المخير في هذا البلد يعطيني واش كاين بديل، يعطينا واش كاين بديل، واش كاين من غير محمد السادس، واش انا لا ادافع عن ملك البلاد، وانما اقول هل هناك من بديل. انا يعني مع الناس اللي هما يعني ينتقدون الملك انتقادا يدخل في الاحترام، انه من حقك انك تتكلم على ملك البلاد باحترام، من حقك انك يعني تناقش ملك البلاد باحترام، ولكن اذا كان بديل فانا اقول مرحبا. شكون غادي نجيبو من غير الملك؟ راه كاينين الناس باغين يديروا الفتنه فعلا، وانا ما كنتكلمش على اهل الحسيمه، انا اتضامن مع الحسيمه، واتضامن مع كل من يخرج ويطالب بحقوقه، انا اتضامن مع اي مغربي يطالب بالتعليم والصحه وانشاء الجامعات يعني وقضاء نزيه، ولكن انا اقول على ان الظرفيه لا تسمح لنا بان نقوم بثوره في البلاد، الظرفيه لا تسمح لنا بان يعني ان نكون ضد ملك البلاد، بل الظرفيه تسمح لنا ان ملك البلاد انه يتواصل معنا ونتواصلوا معاه، اننا نوصلوا الميساجات ديالنا الى ملك البلاد. ونتمنى من الملك محمد السادس يعني ان يخرج بخطاب للشعب المغربي كافه، وخصوصا للشعب يعني ديال الحسيمه، يخرج بخطاب ويقول يعني راه كاين، ويقول للمخزن كفى، ويقول للشعب كفى، ويقول لنا انه يعني معنا في مطالبنا. هذه كانت وجهه نظري. ويحاكم كيفما قال اخي مراد، ويحاكم رموز الفساد. نحن نريد الملك ان يكون معنا بمحاربه المفسدين، وبمحاربه رموز الفساد، وبمحاربه كل من سولت له نفسه، يعني بمحاربه الشعب وابناء الشعب. اذا كيفما اقول، راه هذوك البوليس اللي هما او لا المرود او لا يعني العسكر اللي مثلا كيهز زرواطه وكيضرب شي ولد الشعب، او لا شي ولد الشعب اللي كيهز حجره مثلا وكيشير على، راه هذاك غير ولد الشعب والاخر ولد الشعب. راه ما تكونوش نتوما ضحيه للمفسدين الكبار، رموز الفساد اخوتي،
ما نكونوش حنا ضحية رموز الفساد. أنا أقولها بالعلنية بالعلنية. كلام رائع. نعم مرحبا. أنا أكمل ونعطيك كلمة أخي مراد. أنا أقولها بالعلنية، ما يطالبه ناصر الزفزافي هي مطالب مشروعة، ونحن مع ناصر الزفزافي في مطالبه، لكن لربما المخزن كان ينتظر خطأ من ناصر الزفزافي، ولربما أخطأ في المدة الزمنية اللي تكلم فيها، ولم يخطأ في الكلام الذي وجهه لا الخطأ لا الخطباء ولا يعني الخطباء ديال الجماعة كافة أو عامة، هو لم يخطأ في خطابه، ولكن لربما أخطأ يعني في المدة الزمنية اللي تكلم فيها. والبلاد ديالنا محتاجة شباب أمثال هاد ناصر، يعني أمثال ناصر الزفزافي وأمثال الشخص يعني الكبير اللي كنسمع به أنا واللي خويا واللي شربت معاه الطعام مراد الكرطومي، وأمثال الأخ فيسبوكي حر، وأمثال الأخ سكيزوفرين، أمثال الأخ إلياس، أمثال الصوردو، أمثال الأخ عادل. هادو شباب إحنا خاصنا نتوحدوا، إحنا خاصنا نتوحدوا في مطالب مشروعة، يجب أن نتوحد في مطالبنا. هذا ما أريد أن أقوله، ورسالتي يعني إلى الخطباء اللي كيكونوا في الجمعة، فكنقول لهم الله يجازيكم بخير، ما تبقاوش تستغلوا الدين من أجل السياسة، حاولوا ما أمكن أنكم نتوما تكونوا تجمعوا الشمل ما بين الشعب وما بين الملك دياله، حاولوا أنكم نتوما تجمعوا الشمل ما بين الشعب وما بين الملك وما بين الشعب وما بين المسؤولين، فنحن لا نريد تخريب الوطن، ولا نريد تخريب مسؤولين نزهاء، ولا نريد تخريب أبناء الشعب، بل نريد مطالب مشروعة. الشعب حسيمي اليوم خرج إلى الشارع لكي يطالب بالتعليم والصحة وإنشاء الجامعات، فمن حقه البنات ديال الحسيمة يقولون أنهم لا يريدون أن يعني ما بغاوش يفزوا مع السواعدة، ما بغاوش السواعدة يجيوا يستغلونا، بل السواعدة ربما هذا موضوع كبير، موضوع يعني اللي شاع، واللي للأسف البعض من بناتنا وخواتاتنا وعائلاتنا وصحاباتنا واللي كنعتبرهم انا من ذمي، فملي كنقول انا هذا الكلام فانا كنتكلم على المواطنات المغربيات.